يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في مكان يوجد به صور معلقة على الجدار؟ لا يجوز، لا تصح الصلاة في مكان في صور معلقة يستقبلها المصلي، يستقبلها المصلي، لأن هذا يشبه عبادة الأصنام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إذا كان ما يستقبلها صلاة صحيحة، لكن تبقى المعصية في تعليق الصور. نعم.